والله تحياتي جميعا. شابتر 13 ننتقل ل لاير اعلى اللي هو النتورك لاير. راح نركز على النتورك لاير على اللوجيكال ادرس. طبعا احنا بنعرف انه الجهاز كمبيوتر عليه اربع عناوين او ادرسز. لو نبلش فيهم من الفيزيكال لاير، في عندي الماك ادرس او الفيزيكال لاير الموجود على الداتا لينك لاير. اعلى منه اللي هو اللوجيكال ادرس او الاي بي ادرس. عندي نوعين من الاي بي ادرس، الاي بي ادرس فيرجن 4 والاي بي ادرس فيرجن 6 اللي هم موجودين على النتورك لاير او لاير 3. والادرس الثالث اللي هو بورت نمبر الموجود على الترانسبورت لاير اللي هو رقم لكل سيرفيس او كل برنامج شغال عندي على الجهاز. والادرس الاخير اللي هو اسم اللي هو موجود على الابلكيشن لاير اللي هو اسم الجهاز. في هذا الشابتر شابتر 19 احنا راح نركز على اللوجيكال ادرس. طبعا الاي بي ادرس، طبعا نحكي عن نوعين راح ناخذهم اللي هو الاي بي ادرس فيرجن 4 والاي بي ادرس فيرجن 6. الاول بيحكي لي عن الاي بي ادرس فيرجن 4، هاي النسخه. طبعا حجم هاي النسخه اللي هو يتكون من 32 بت. 32 بت طبعا بيتكون او بيكونوا لي مجموعه من الادرسز، وحجم هاي الادرسز اللي هو 2 بالقوه 32. طبعا نحكي لك عن 4 مليار وشيء من الادرس. هذا رقم مهول جدا طبعا لما تحكي عن 4 مليار بالستينات والسبعينات. انه لكل جهاز موجود عندي رقم، وهذا الرقم يونيك على مستوى العالم انه ما بتكرر. انه هذا رقم يعني نتخيله زي رقم الموبايل او السيم كارد تاع الموبايل، انه لكل سيم كارد هي رقم. يعني ما بيكون عندي رقمين نفس الرقمين على جهازين مختلفات، نفس الرقم على جهازين مختلفات. الجهاز الاول موجود في مكان A والجهاز الثاني موجود في مكان B، ممكن المسافه بيناتهم الاف الكيلومترات لهم نفس الرقم. يعني اذا بدي اعمل دايل واضرب على هذا الرقم، مين راح يرد علي؟ الموبايل الاول ولا الموبايل الثاني؟ لكل موبايل سيم كارد، وهذا السيم كارد لها رقم. هذا الرقم اللي نحكي صاين لهذا الديفايس، وما بيكون زيه او مثله اي ديفايس اخر حتى يصير في عندي كونكتيفيتي، حتى يقدر الشخص انه يتواصل مع شخص اخر. كل واحد له ايش رقم. نفس العمليه بالنسبه لأجهزة الكمبيوتر، انه لكل جهاز وصول على الشبكه انه له رقم. هذا الرقم بيميزه، هذا الرقم ما بيتكرر، حتى اقدر اتواصل الاجهزه مع بعض. طبعا هذا الرقم ممكن ياخذه كمبيوتر، ممكن تاخذه طابعه، ممكن راح تاخذه روتر او اي جهاز بيشتغل على لاير 3 اند ابوف. طبعا ممكن يتواصلوا من خلال هاي ديفايسز، ممكن يتواصلوا مع بعض من خلال شبكات الانترنت. اذا مره ثانيه هاي التوبكس اللي احنا راح نغطيها، السبيس الاي بي ادرس، انوتيشن، انواع الادرسز، كلاسفول كلاسز، كلاسليس ادرس، وبرضه في عندي الناتنج اللي هي نتورك ادرس ترانزليشن، انه كيف بتصير عندي نوع معين من الاجهزه. في عندي برايفت اي بي وفي عندي الببليك اي بي، بنشوف كيف العمليه ما بين بتصير ما بين الشبكه الداخليه المحليه وما بين الشبكه العالميه. مبدئيا السبيس اللي هو 2 للقوه 32 اي بي ادرس. اذا هذا بالنسبه للسبيس. اذا الاي بي ادرس 32 بت لونج. طبعا احنا بنحكي عن 32 بتحكي مقسمه الى 4 بايتس، البايت الثاني، البايت الثالث، والبايت الرابع. اذا اقل اي بي ادرس موجود عندي اللي هو 8 زيروز. 8 زيروز واعلى اي بي ادرس، يعني لما نختصره بيكون 0 0 0 0 واعلى اي بي ادرس انه يكونوا 32 بيتس كلهم 1. اذا البايت الاول راح يكون عندي 8 1، البايت الثاني برضه 8 1، البايت الثالث يكون عندي ايضا 8 1. اذا اعلى اي بي ادرس راح يكون عندي 255 255 255 و255. اذا بتلاحظ سقف الاي بي ادرس
لأن هذا أقل أي بي أدرس وهذا عندي أعلى أي بي أدرس. أعلى أي بي أدرس إذا بتحول الـ 8 ones هذول إلى ديسيمال راح يطلع عندي 255. إذا الرينج تاعي في كل بايت من 0 إلى 255. راح نشوف إنه هذا له استخدام لما يكون كله ones في حالة البرودكاستنج. لكل أي بي أدرس راح نشوف إلى الأمام إن عندي مجموعة من الاتصالات إما من جهاز إلى جهاز بنسميها يونيكاست، من 1 to 1، من بي سي لبي سي، من لابتوب للابتوب، من جهاز إلى جهاز آخر العلاقة 1 to 1 يونيكاست. إذا الإرسال من جهاز إلى جهاز بنسميه يونيكاست، إذا لازم يكون عندي نوعية أو عدد معين من الأي بي أدرس بستخدم فيها لهذا النوع من الاتصال اللي هو اليونيكاست. في عندي نوع آخر اللي هو المالتيكاست، المقصود بالمالتيكاست إنه أنا ببعث إلى مجموعة من الكل، مجموعة من الأجهزة من الكل. والنوع الأخير اللي هو البرودكاست، والبرودكاست إني ببعث من جهاز واحد لكل الأجهزة الموجودة عندي. إذا يونيكاست من جهاز لجهاز، مالتيكاست من جهاز إلى مجموعة معينة من الأجهزة، والنوع الأخير اللي هو البرودكاست اللي هو من جهاز إلى كل الأجهزة الموجودة عندي داخل الشبكة المحلية. يعني إذا كان عندي هذا الرقم 255 برودكاست، إنه مش لكل الأجهزة الموجودة بالعالم. يريد نأخذ الملاحظة إنه دائماً وأبداً أي شبكة مشبوكة على gateway، والgateway اسمها نحكي router، بقتل أو بمنع أي broadcast traffic، يعني بوقف البرودكاست traffic عند الروتر، عند الانترفيس الروتر، ما بيسمح إنه يطلع خارج الشبكة. نعم أنا بقدر أعمل flood، بقدر أعمل broadcast بنشر أو ببعث message لكل الأجهزة المحلية مش العالمية، للشبكة المحلية من خلال أعلى IP address موجود عندي. إذا السبيس الموجود عندي أنا بتكون عندي الاي بي ادرس من 32 بت. أقل اي بي ادرس 0000، بنحكي عن 8 zeros لأنه هذا 1 بايت. إذا 32 بت، وأعلى قيمة اللي هي 8 ones في كل بايت، إذا راح يطلع عندي 255.255. وآخر شيء 255. إذن ما في عندي أدرس 300 ولا أدرس رقم 400 ولا 900 ولا 999 على سبيل المثال. أعلى رقم موجود عندي اللي هو 8 ones ويمثلها ديسيمال 255. إذن عدد البيتس اللي هو 32 بيتس. الـ IP address are unique على and universal على مستوى العالم، إنه هذا الرقم ما بتكرر على مستوى العالم. لكل جهاز مشبوك على الإنترنت وبده يشوف الشبكة العالمية لازم يكون هذا الرقم ما بتكرر. وأيضا على الشبكة المحلية إذا استخدمت range of addresses برضو ما بزبط إنه يكون عندي جهازين لهم نفس الـ IP address، فبصير في عندي إيش conflict، ما بقدر يتواصلوا على الشبكة. إذا كان هذا الأدرس موجود ما بتواصل على هاي الشبكة، ما بصير في عندي connection. Once again، كم عدد الـ IP address الموجودة عندي؟ كنا 2-32 bit اللي هو long أو عدد البيتس اللي بتكونه الـ IP address version 4. عدد IP address 4 مليار وربع تقريبا، 4 مليار و294 مليون وإشي من الـ IP address. هذا رقم once again رقم ضخم جدا ومهول، ولكن راح نشوف كمان شوية إنه في ضياع كبير جدا من الـ IP addresses. طبعاً بالستينات والسبعينات والثمانينات حتى التسعينات إنه somehow إنه هذا مقبول، ولكن العدد الهائل جدا اللي بدهم الأجهزة اللي بدها تشبك على الإنترنت، ووجود الـ smart devices اللي صار Internet of Things devices، smart cities وsmart homes وsmart cars وsmart devices موبايلز إلى آخره. إذا احتجنا إلى أجهزة، وهي الأجهزة بحاجة حتى تشبك مع بعض وتشبك على الانترنت أو تشبك على الشبكة العالمية بحاجة إلى IP address. السابق كان عدد الأجهزة قليل جدا، كان الـ IP address 4 بغطي أو بيعطي هاي الأجهزة IP addresses، ولكن not anymore لأنه صار في عندي شح بسبب الديماند اللي صار على الـ IP address بسبب الـ new applications والـ new devices اللي دخلت على الشبكة، وهاي الـ devices بحاجة إلى IP addresses. تمثيل مرة أخرى، هذا مثال على سبيل المثال على IP address اللي هو 128.11.1.31. تمثيل الباينري كل واحد من هذول
كل واحد من البايتس مكون من 8 بت، فتمثيله باينري اللي هو 128 واحد وسبع أصفار، وال11 باينري، ورقم 3 باينري، ورقم 31 باينري. طبعا الجهاز بيتعامل مع الاي بي ادرس او اللوجيكال ادرس في الباينري. بعض الامثله، اذا بدي اعمل change the following IP address from binary notation الى dot decimal notation، بدي احول كل جزء، يعني هذا الرقم اذا طلع 128 زائد 1 اذا 129، هذا الرقم قيمته 11 دوت 11 نفس الرقم دوت 11، والرقم الاخير هو عباره عن 239. نفس العمليه ل الاي بي ادرس الثاني، التحويل من باينري 139 دوت الرقم اللي بعديه 131، اذا بتحول هذا الرقم من باينري الى ديسيمال دوت 27 دوت 27 سوري، الى اذا بتلاحظ هذا الرقم كله ونز، فعندي ايش 255. اذا عمليه التحويل بسيطه جدا ما بين الباينري والديسيمال. اذا بتلاحظ الديسيمال او هذا الرقم الديسيمال للهيومن، الاشخاص اللي بيتعاملوا مع الكمبيوتر سهل جدا تقريبا يتذكروا افضل من الباينري، انه 32 بت باينري صعب جدا اني اتذكره حتى اشوف انه قديش هذا الاي بي ادرس لجهاز معين، بينما الديسيمال من 4 بايت ممكن احفظ هذا الاي بي ادرس. طبعا انت اذا كان عندك شبكه محليه مكونه فقط من 10 اجهزه مش راح تقدر تحفظ هذا العدد من الاي بي ادرس اذا بتستخدم باينري، ولكن اذا كان عندي سيرفر والسيرفر بستخدمه بكثره، نعم بقدر اصل له من خلال اسم السيرفر، ولكن ايضا ممكن اصل واعمل كوميونيكيشن، اعمل بينج او اعمل تواصل مع هذا السيرفر من خلال الاي بي ادرس. فالديسيمال ممكن سهل علي اني احفظه اكثر من 32 بت باينري. ايضا اذا بدي اعمل تشينج العكس الان من ديسيمال الى باينري، هي عمليه تحويل الارقام ديسيمال الى باينري 78 الى باينري، ايضا الاي بي ادرس الثاني اللي هو الجزء الاول 8 بت دوت 8 بت دوت 8 بت دوت 8 بت 7 و 82 هو التحويل ما بين الباينري والديسيمال. once again الجهاز بيتعامل مع الباينري، والانسان ممكن يتعامل او يحفظ الارقام بالديسيمال اسرع. طيب لو كان في عندنا سؤال، وين الخطا؟ على سبيل المثال اذا اعطيتك اي بي ادرس وين الخطا؟ إذا تلاحظ 111.56.0.045.78، الخطأ الموجود عندي إن أنا بلشت في زيرو. إذا كان في عندي زيرو للجهة اليسار، أنا ما بستخدم زيرو في ديسيمال على أو بستخدم الـ IP address في ديسيمال وزيرو إلى جهات اليسار. الرقم اللي بعديه 1234، في عندي إكسترا ممكن تكون اليمين او اليسار، ولكن الاي بي ادرس 4 بايتس، فهذا عندي 5 بايتس. الرقم اللي بعديه سي، طبعا احنا حكينا اعلى رقم يا اما من 0 الى 255، هذا الرينج للاي بي ادرس في كل بايت. عندي الخطا ال 75 صح، اقل اكثر من 0 واقل من 255، سكند بايت ثيرد بايت اعلى من 255 وهذا الاي بي ادرس خطا. الاخير انه عامل ميكس ما بين الباينري والديسيمال، وبرضه هذا خطا، يعني بستخدم الاي بي ادرس يا اما يكون بيور ديسيمال او رقم اللي هو الباينري، ما بقدرش اعمل ميكس. لانه في بعض الاحيان انا ما بقدر اميز مثلا باي انه انت قصدك هذا باينري ولا 101 ديسيمال. فانا لازم اوحد، يا اما بستخدم الاي بي ادرس كامل النوتيشن تاعه باينري، او بستخدمه كامل اللي هو ديسيمال. الآن في عندي الادرسز، والادرسز في عندي أنواع وعائلات مقسم إلى مجموعة من الكلاسز. بالنسبة للكلاسفول أنا في عندي نوعين من الادرسز، في عندي كلاسلس وكلاسفول. الكلاسفول مقسم إلى 5 كلاسز، هو الكلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D وكلاس E. هذا نحكي عن الكلاسفول، كلاسفول ادرسز. طبعا
في رينج معين للكلاس او لكل كلاس موجود عندي. عندي كلاس A، كلاس B وكلاس C. طبعا هو بيستخدم اليونيكاست، والكلاس D مالتي كاست، والكلاس C فور فيوتشر يوز او ريسيرش. في هذاك الوقت دائما وابدا كلاس A اول خانه من ال 8 بيتس الفيرست بايت محدوده وقيمتها ايش؟ 0. احنا حكينا 0 4 زيروز 4 زيروز، اذا هذا هو الفيرست بايت اب تو كله 1 اللي هو 255 اذا بكون عندي كله ايش 1. الان اذا انا بحجز خانه وهي الخانه دائما وابدا تكون عندي صفر، فالرينج راح يكون عندي من 7 زيروز الى 7 زيروز. التحويل الى ديسيمال راح يكون عندي من 0 الى 127. اذا دائما وابدا اول ادرس او الكلاس اي، اذا بدك تعرف انه هذا الاي بي، اذا اعطيتك اي بي ادرس على سبيل المثال، بدك تحدد على الى اي كلاس، كلاس اي ولا بي ولا سي، من خلال اول رقم تقدر تحدد. اذا كان الرينج من 0 الى 127، طبعا بغض النظر شو القيم اللي بتيجي بعده ال 3 بايتس، يصل الى 255 255 255. انا بهمني اول بايت اذا كان within this range انت بتحكي عن class A. class A اي اي بي ادرس ببلش من 0 الى 127، هذا راح يكون هذا الكلاس راح يكون عندي ايش؟ class A. طبعا راح نشوف الى الامام ايش الفرق ما بين class A و B و C، لانه في جزء من ال 4 bytes محجوز الى النتورك والجزء الاخر محجوز الى الهوست الموجوده او عدد الاجهزه الموجوده في هذا في هاي الشبكه. كلاس بي نحجز خانتين، اول خانتين وبضل عندي 6 خانات. دائما وابدا اول خانتين محجوزات، فاقل رقم عندك راح يكون الباقي الثمن الثمانيه بت اللي هم 6 زيروز، واعلى رقم يكونوا كلهم 1. الرينج راح يكون عندي في هذا المثال من 128، اذا بتحول هذا الرقم من باينري الى ديسيمال راح يكون عندك 128، وهذا الرقم عندك 191. اذا كان عندك اي بي ادرس اول بايت اول رقم اول خانه في الاي بي ادرس كان عندك 128 الى 191، اذا هو من كلاس بي، راح يكون عندي من كلاس بي. اخر كلاس عندي ثلاث خانات من الثمانيه بيتس الاولى بالفيرست بايت، راح يكون عندي من صفر، راح يبقى عندي خمس خانات. اذا اقل رقم بالخمس خانات اللي هو 5 زيروز، واعلى رقم سوري 5 زيروز 5 زيروز، وعلى رقم 5 1. راح يكون الرينج من 192، اذا هذا 192 هاي القيمه 192، وهاي القيمه اللي هي 223. يكون عندي كلاس سي. اذا كلاس A كلاس B وكلاس C انا بستخدمهم لليونيكاست، والمقصود باليونيكاست التواصل او انه بصير عندي كوميونيكيشن ما بين جهاز وجهاز 1 تو 1، من جهاز الى جهاز بستخدم احد هاي الكلاسز، يا اما بستخدم كلاس A كلاس B وكلاس C. طبعا امتى بستخدم كلاس A او استخدم كلاس B او كلاس C؟ حسب عدد الاجهزه الموجوده عندي بالشبكه. اذا كان على سبيل المثال انه انا عدد الشبكات او الدومينز عندي قليل، او عدد المين او السب نتس عندي قليل، ولكن عدد الأجهزة في كل شبكة موجود عندي من 128 شبكة الأولى، يكون عندي عدد الأجهزة هائل جدا، أنا بستخدم اللي هو الكلاس الأول. الكلاس الثاني أنه أنا بستخدم أول 2 بايتس للشبكة والبقية بستخدمهم للهوست. كلاس سي إذا كانت عندي الشبكة صغيرة، أنه عدد الأجهزة عدد الأجهزة الموجودة في الشبكة الواحدة قليل، أنا بستخدم اللي هو كلاس سي. أول 3 بايت محجوزات للنتورك، والبايت الأخير آخر بايت
هو محجوز لعدد الأجهزة، إنه الأجهزة الموجودة عندي بهاي الشبكة عندي هذا الرينج، والرينج المقصود فيه عندي من صفر ل 255، من صفر ل 255، يعني بالشبكة راح يكون عندي 256 اي بي ادرس. يا ريت ننتبه، وراح ناخذها بالتفصيل، انه مش كل الاي بي ادرس انا بعطيها للهوست، اول اي بي ادرس واخر اي بي ادرس انا ما بعطيهم لجهاز. اول اي بي ادرس هو للشبكة كاملة، هو عنوان الشبكة كاملة، يعني لو عندك 200 جهاز لهم عنوان واحد بالروتينج حتى اصل لجهاز معين موجود في هاي الشبكة. واخر اي بي ادرس بتكون للبرودكاست ادرس، والمفروض بالبرودكاست ادرس انه انا اذا بدي ابعث رساله لكل الاجهزه الموجوده عندي بهاي السبنت او باللوكال نت، خلينا نحكي انا ببعث رساله والادرس تاع الرساله حتى تصل لهم، رساله واحده تصل للكل، انا بستخدم اللي هو اعلى اي بي ادرس موجود عندي اللي هو بكون عندي 255 في هذا المثال. اذا لا ننسى اول اي بي واخر اي بي غير مستخدمات، فبضل عندي دائما وابدا ناقص 2، عدد ناقص 2، فعندي valid فقط 254 اي بي ادرس من كلاس سي اللي انا بقدر استخدمهم بعطيهم للاجهزه. الان ايش بدي اعطي الجيت واي، ايش بدي اعطي الاجهزه الموجوده عندي، هل بدي اعطيهم ورا بعض الارقام، هاي بترجع لمهندس الشبكات اللي بوزع هاي الارقام، او في عندي دي اتش سي بي سيرفر هو بوزع لك الارقام بشكل تلقائي مش مانيوال، بيكون بشكل اوتوماتيك. اذا اول ثلاث كلاسز هي يونيكاست، اول 3 كلاسز كلاس A B C حسب طبيعه الشبكه، وفي عندي رينج، اذا الاجهزه كانت اول بايت من 0 ل 127 انت بتحكي عن كلاس A، واذا كانت من 128 ل 191 انت بتحكي عن كلاس B، وال 192 ل 223 انت بتحكي عن كلاس C، هذول يونيكاست من جهاز الى جهاز، مش من جهاز الى مجموعه او من جهاز الكل، من جهاز الى جهاز. طيب اي كلاس بستخدم بيعتمد على عدد الاجهزه الموجوده عندك بشبكتك بمؤسستك، في بعض المؤسسات في عندها عدد هائل جدا من الشبكات، البعض الاخر زي البيت عندك 10 15 جهاز بحاجه الى اي بي ادرس، على سبيل المثال بالمنزل ممكن يكون عندك كام اي بي كامز، عندك تلفزيون سمارت تي في، عندك بلاي ستيشن على سبيل المثال، عندك اربعه او خمسه موبايل لابتوبس، عندك مجموعه من الاجهزه برينتر، فممكن العدد يكون عندك محدود اذا بناسبك اللي هو ايش الكلاس سي. اذا كنت مثلا بالجامعه وكان عندك مثلا 5000 جهاز كمبيوتر ما بزبط عندك اللي هو كلاس سي، ممكن تستخدم اللي هو الكلاس اي. اذا الكلاس اي بي سي وهذا الرينج تاعهم، الاول خانه بالفيرست بايت محجوزه زيرو، كلاس بي اول خانتين محجوزات والباقي عندك اللي هو ست خانات، والكلاسي دائما وابدا عندي اول ثلاث بت من الفيرست بايت محجوزات، والبقيه راح يكون الرينج من 192 ل 223 اللي هو الرينج تاع الاي بي ادريسز. وعن الرينج الموجود عندي في بقيه البايت من 0 ل 255 والبقيه نفس الشيء من 0 ل 255، يعني من 8 زيروز ل 8 ونز، هذا الرينج الموجود لكل بايت متبقي بعد الفيرست بايت. طبعا كيف بدي اميز الان ما بين اليونيكاست والمالتيكاست؟ دائما وابدا المالتيكاست عندي اربع خانات محجوزه، اربع خانات محجوزه، الرينج تاعه من 224 الى 239. دائما وابدا الاي بي ادرس المستخدم والمحجوز لارسال رساله الى مجموعه من الاجهزه الموجوده عندي، مجموعه محدده، في عندي ممبر شيب، مجموعه محدده في الشبكة، أنا بستخدم الكلاس دي، والكلاس دي هذا إلي اي بي ادرس محدد، والرينج تاعه من 224 إلى 239. طبعا أنت قبل شوية حكينا يعني 4 مليار وتقريبا وربع، ولكن في عندي ويست، لاحظ هون مش كل، يعني أنا عندي هذا كله السبيس محجوز بالمالتي كاست، ولكن طبيعة الابليكيشنز اللي بتستخدم مالتي كاست صغيرة أو محدودة، أنا حاجز لها سبيس عالي جدا ولكن غير مستخدم. آخر كلاس بالكلاسفول اللي هو الإي، عندي أربع خانات اللي هي بتيجي مباشرة بعد الـ 239 240 للآخر اللي هو 255، هذا كان فور ريسيرش واللي غير مستخدم بالاتصال بالشبكة.
إذا الكلاس A B C for unicast D للمالتيكاست A محجوز كان للريسيرش بهذاك الوقت حتى يعدلوا عليه ويحسنوا على الـ IP address version 4. وحكينا عن البرودكاست اللي هو بيكون عندك آخر IP address بالشبكة، آخر دائما وابدا آخر IP address بالشبكة بيكون عندي هو للبرودكاست. هذا سؤال إذا كان عندك على سبيل المثال IP address سواء كان بالديسيمال ولا بالباينري إنه أي كلاس. لاحظ بالأول في عندي أول بت إذا كانت صفر، إذا كانت زيرو إذا هو كلاس A. 110 إذا هي بتكون عندي سوري 110 إذا كلاس C. لأن 14 إذا هو من كلاس A لأنه 14 قلنا من صفر إلى 127. عندك B 252 إذا هو بيكون عندي من كلاس A. الآن number of blocks والبلوك سايز حكينا عدد الشبكة، خلينا نحكي وعدد الأجهزة بالشبكة الواحد، عدد الشبكة أو عدد الأجهزة بالشبكة الواحدة حسب الكلاس. إذا كم عدد الشبكات الموجودة عندي، كم عدد الشبكات الموجودة عندي بالكلاس A؟ عندي 128 بلوك، 128 شبكة بقدر أستخدم 100 يعني huge أو جامبو نتورك، استخدم عندي 128 بلوك. في كل بلوك من هذول ال 128 ممكن يكون عندي 16 مليون و777 و216 IP address في كل بلوك، في كل بلوك من البلوكس الموجودة عندي اللي هي 128. طبعا حكينا الابليكيشن له اللي هو يكون عندي اليونيكاست. الآن في عندي كلاس C، في عندي كلاس B سوري، أنا استخدمت 2 بايتس فبطلع عندي طبعا في عندي محجوز في البداية، فالكل بطلع عندي 16384 بلوك، كل بلوك عليه في عندي 16 بت بطلع عليه 65536 IP address لكل بلوك موجود عندي اللي هو 16348. كلاس C عدد البلوكس 2 مليون تقريبا، وكل بلوك من هذول 2 مليون يكون في عندي 256 ادرس، طبعا بتنقص منهم اول واحد واخر واحد، دول بالنسبه لليونيكاست. الدي اللي هو كنا مالتي كاست، عدد الاي بي ادريسز للمالتي كاست اللي هو 268 مليون و435 الف و456. لاحظ هذا الرقم غير مستخدم جزء كبير منه، فهو عندي waste بالنسبة للـ IP address version 4. الـ E أيضاً هو كان مستخدم for research وenhancement على الـ IP version 4، لكن الرقم هذا أيضاً رقم هائل جداً غير مستخدم، إنه ما أخذوه على حساب اليونيكاست، بيكون عندي space أكثر لعدد الأجهزة بتستخدم IP. إذن لـ classful addressing خلينا نحكي the classful address a large part of the available address were wasted إذا بتلاحظ بالنفس اليونيكاست مش مستخدم كله، بالمالتيكاست مش مستخدم كله، والكلاس الأخير اللي هو الإي برضو مستخدم. الآن كيف ممكن أمثل الكلاس A ولا B ولا C من خلال الباينري نوتيشن ولا دوتد ديسيمال نوتيشن ولا السايدر أو سي اي دي آر؟ إنه الخانات المحجوزة للنتورك أنا بمثلها بونز، والخانات المحجوزة للهوست للأجهزة بمثلها في زيرو. فهذا بالنسبة للباينري. بالنسبة للديسيمال مثلا الكلاس A بيكون عندي 255.0.0.0، أو ممكن أختصر كم عندي ونز، عندي 8، ممكن أختصرها على شكل سلاش 8 سلاش 8. كلاس B عندي أنا 16 أو 2 bytes ones و 2 bytes zeros، فبكون عندي 255.255.0.0 أو /16. المقصود /16 في عندي 16 ones هذول للشبكة، فبكون عندي من class B. class C عندي 24 ones و 8 zeros، فهي /24
255 255 255 255 زيرو. إذا بتلاحظ أنا الجزء بتاع النتورك بيكون عندي كله ones، والجزء المتبقي راح يكون عندي ايش؟ zeros. فأي address من مثلا class C within range معين راح يكون للعائلة هاي أو للكلاس هذا اللي هو مثلا الكلاس C. الآن أنت على جهازك ممكن تعمل IP config وتشوف الـ IP address المعطى لك هل هو من class A ولا B ولا C. تشوف الفرق إنه إذا كنت في البيت راح يكون عندك address مختلف عن الـ IP address الموجود بالإنترنت كافيه أو موجود بالمطار أو موجود بالجامعة أو المدرسة أو بالشركة حسب الكلاس، يا إما A أو B أو C. هذا الرقم هو اللي بيحدد لك كمان مرة إنه من أي عائلة هذا الـ IP address، هل هو من كلاس A كلاس B أو كلاس C. طبعا هذا الرقم مثلا 255 0 0 0 أو سلاش 8 نفس الشيء، يعني لي نفس المعنى إنه هذا من كلاس A. نفس العملية ما بين 255.255 إنه كلاس B اللي هو سلاش 16 255 255 255 اللي احنا بنستخدمه بالمنازل اللي هو كلاس C اللي هو على 24. مهم جدا تعرف هاي العائلات. في نقطة مهمة جدا بدي أنوه لها، أنت لما تعمل برودكاست للشبكة لو كان عدد الأجهزة الموجود بالشبكة قليل إذا راح يصل إلى عدد قليل من الأجهزة، ولكن إذا أنت اخترت كلاس A على سبيل المثال وعملت برودكاست بدك توصل رسالة لكل الأجهزة الموجودة بهذا البلوك، هاي الرسالة بكلاس C بتصل فقط 256 جهاز. ولكن إذا بدك تعمل برودكاست لأجهزة الكلاس تاعهم A راح تصل ل 16 مليون جهاز، 16 مليون وإشي أجهزة. الرسالة الواحدة، الرسالة الواحدة راح تصل، يعني عملية البرودكاستنج راح تصل لكل هاي الأجهزة. من ناحية بيرفورمانس إنه البرودكاست وبستخدم مالتي كاست وبستخدم برودكاست في بعض الأحيان راح نشوف للأمام أنا بستخدم البرودكاست. فإذا استخدمت البرودكاست وكان عندي البلوك سايز عالي جدا البيرفورمانس ممكن يكون عندك قليل إذا ما عملت سبنيتنج على سبيل المثال. فيكون عندك إنه أنا بوصل رسالة، هاي الرسالة راح تصل لكل الأجهزة الموجودة عندي بالبلوك الواحد لأنه أنا عندي شبكتي أو الشبكة الواحدة فيها 16 مليون جهاز، بينما من كلاسي شبكتي الماكسيموم عندي 254 جهاز. فبدنا ننتبه لعملية اختيارنا لأي كلاس حسب احتياجات الشبكة اللي أنا بستخدمها. الميتيشن اللي ياريت ما ننساها، كلاس A 255.000/8، البي 255.255.000/16، وكلاس C اللي هو 255.255.255.255.0 اللي هو سلاش 24. معظمنا وانس اجين بالبيوت احنا بنستخدم اللي هو الكلاس C. كلاس والادريسنج طبعا مثلا لو اخترنا كلاس C، يعني بدي اعطيك اكزامبل بسيط، لو اخترنا كلاس C عندي بالبيت، ولكن انا عندي بالبيت جهازين او عندي بالبيت اربع اجهزة على سبيل المثال، وانا اخترت C بالكلاس 4، عندي الرينج زي ما حكينا 256 IP. اذا ما استخدمنا اول واحد ولا اخر واحد للنتورك للبرودكاست بيظل عندي 254 IP address أقدر أستخدمه. ولكن فعلياً أنا بالبيت عندي جهازين فقط أو عندي أربع أجهزة، أنا استخدمت الأربع، شو صار الـ 250 IP address؟ هذول wasted، ما استخدمتهم، حجزتهم بس ما استخدمتهم. هذا في حالة أني أستخدم الكلاس 4، أنا بكون في عندي wasted للـ IP addresses وعندي wasted للـ IP addresses إذا أنا بروح للكلاس 4. طبعاً حلها إني أستخدم الكلاسلس، إني أقلل، إني بدل ما أستخدم في عندي ويست عالي بالكلاس 4 إني أستخدم الحل اللي هو أنا أروح وأعمل كلاسلس أو أستخدم الكلاسلس أدريسنج. ما عندي بالكلاسلس أدريسنج A B C، هلا كمان شوي راح نشوف إني بستخدم فقط هاتشتي من الاي بي أدريسز. ومع ذلك حتى بالكلاسلس لأنه هي من مضاعفات الاثنين عدد الاي بي ادرس المستخدمه برضه في عندي مشكله وفي عندي ضياع، ولكن ضياع الاي بي ادرس بالكلاسز اقل بكثير من الكلاس 1.
إذن في مثال بسيط كيف ممكن نقسم الـ IP addresses. إذن حل مشكلة الكلاس فول إني أروح وأستخدم شيء اسمه الكلاسلس. راح نشوف في الكلاسلس إنه أنا مش محدد فقط بـ backslash أو slash sorry 8 slash 16 slash 24، لا ممكن نستخدم 25، ممكن نستخدم 30، ممكن أستخدم 24، وممكن بالكلاسلس وممكن أستخدم مثلاً 23، وممكن أستخدم 8 7، أستخدم الأرقام اللي بدي إياها حسب حاجتي وأقلل من الـ wasted IP addresses. إذن لو نشوف فيجر اللي هو 19.3، في عندي block of 16 addresses طبعاً granted لـ small organization. بهذا المثال block of addresses طبعاً يستخدم بالبوث الباينري والديسيمال نوتيشن grant for small businesses that need فقط اللي هو 16 addresses. احنا اقل كلاس موجود عندي الكلاس فول اللي هو كلاس سي وبعطيني 256 address. انا بهاي small business انا فقط بحاجة الى 16 addresses. شو بدنا نسوي؟ طبعاً بدي اقلل عدد خلينا نحكي الادرسز الموجودة في البلوك الواحد، إذا ويكون عندي الادرسز متصلين مع بعض مثل ميوس. The number of addresses اللي هو راح يكون عندي to the power of 2، هاي نقطة مهمة جدا يا ريت ننتبه لها. ف 16 IP address قديش أنا بدي بت؟ فممكن أستخدم اللوج 16 لأساس 2 راح يعطيني 4، أو بقول 2 للقوة 4، فأنا بحاجة إلى 4 bits اللي أقدر أمثل فيهم وأعطيهم ل 16 IP address. طبعا في عندي شروط. First address بيقسم على 16. First address يجب أن يقسم على رقم 16 اللي هو رقم الـ IP addresses المعطى لهذا البلوك. طبعا كيف بدي أقسمه؟ مش راح أقدر أقسمه بالشكل اللي هو الـ IP address، يعني لو كان عندي رقم 192 16 16 5، هذا رقم IP address ما بقدر أقسمه بالشكل هذا، لازم أحوله إلى decimal أو الـ IP إلى decimal وبعدين نقسمه لـ 16. في آلية التحويل زي تحويل الباينري، يعني لو كان عندي IP address هذا بدي أحوله إلى رقم 0 1، سوري مثلاً لو كان عندي رقم 192.168.12.12، فكان الأولى 0 1 2 3. الأساس البيست للـ IP address اللي هو 255، راح يكون عندي التحويل التالي 12 ضرب 255 للقوة 0 زائد 12 ضرب 200، زي ما بنعمل بالباينري بنحول الباينري لديسيمال أو ديسيمال لباينري لـ power of 1 زائد 186 ضرب 255 للقوة 2 زائد آخر رقم 192 ضرب 255 اللي هو البيز للقوة 3. أول هذا الرقم تجمعه راح يطلع عندك رقم، هذا الرقم إذا بتقسمه على 16 بيطلع عندك إيش؟ قسمة صحيحة من غير باب. Then the first address لهذا البلوك إذا بتعمل له convert لديسيمال زي ما شفنا قبل شوي ممكن يكون عندي هذا الرقم. إذا بتقسمه على 16 إذن تقدر تقسمه والريزلت الموجود عندي رقم صحيح اللي هو هذا. إذا هاي من أحد الشروط الموجودة عندي. فبالنسبة للبلوك اللي هو 16 IP address، فإذا كان عندي أول IP اللي هو 205.16.37.32، الأرقام متصلة 32.33.34 إلى اللي هو 47. بالنسبة للباينري أول رقم موجود عندي اللي هو 32 1، إذا صار 33 34 35 36، حتى يعني انت كل الرقم هذا انت بهمك اللي هو 4 بت من جهة اليسار، 4 بت من جهة اليسار. الرينج تاعهم راح يكون الرقم الباقي نفسه، الرقم المتبقي راح يكون عندي as is ما بتغير، مشترك لكل الـ IP addresses. انا بحاجة ل 16 IP فقط 4 bits.
الاحتمالات الموجودة عندي راح أبلش من صفر، نفس الرقم طبعاً زي ما حكينا، الرقم السابق نفسه راح يكون عندي من صفر 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 واحد صفر 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 واحد صفر 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 واحد واحد إلى كله إيش عندي 1. إذا تلاحظ وهذا عندي ثابت، القيمة راح يكون 37 205 16 37، آخر رقم راح يكون عندي إيش 47، هذا الرقم كامل بعد ما وصلت للآخر رقم في الفور بيتس اللي هو 1111، نضيف عليهم الفور بيتس الأصلية اللي هو 0010، فبكون عندي الرقم اللي هو 47. إذا هذا البلوك متسلسل من 32 إلى 47. عدد البيتس اللي أنا احتاجتهم حسب عدد الأجهزة، عندي عدد الأجهزة أو عدد الـ IP addresses اللي أنا بحاجة إليهم 16 جهاز، فعدد البيتس اللي أنا بدي إياهم اللي هو log 16 للأساس 2، أنا في عندي 4 بيتس، فأنا بحاجة فقط إذا once again إلى 4 بيتس. أقل رقم عندي في الأربعة بيت اللي هو زيروس، وأعلى رقم موجود عندي اللي هو إيش 4 زيروس. بالنسبة لهذا الأدرسز لا ننسى، لا ننسى لو كان عندي عملية السبنيتنج بكون عندي أول آي بي اللي هو عنوان الشبكة غير مستخدم، ما بقدر أعطيه لجهاز عندي مثلا أحد الأجهزة بعطيه هذا الآي بي أدرس غير صحيح، وآخر آي بي أدرس مش دائما وأبدا يكون عندي 255، هذا أعلى آي بي أدرس في هاي الشبكة. إذا هذا برودكاست، أول IP address للشبكة وآخر IP address للبرودكاست. In between بضل عندك 14، ممكن تعطي من هاي الـ 14 IP address لأي جهاز بدك إياه في هاي الشبكة. إذا إحنا بنقدر نستنتج أقل شبكة، أقل شبكة موجودة عندي، عندي جهاز كمبيوتر بدي يحكي مع جهاز كمبيوتر، إذا هذا بده IP وهذا بده IP، إذا أنا بدي 2 IP. أوكي؟ طيب. في عندي أول واحد محجوز وآخر واحد محجوز، إذن أقل شبكة مكونة من جهازين بحاجة إلى 4 آي بي، واحد للبرودكاست واحد للشبكة، فبقى عندي إيش 2، فكل جهاز ممكن يأخذ اللي هو آي بي أدرس. طيب 4 آي بي أدرس كم بدهم بيت؟ لوج للأساس 2، إذن 2 بيتس، إذن راح يكون 32 ناقص 2، يظل عندي 30 بت للشبكة و2 بت للهوست الموجودة عندي الجهازين. يعني أصغر شبكة، أصغر شبكة الماكسيموم اللي أنا بقدر أستخدم فيها اللي هو 30 بت للنتورك و2 بت للهوست، 30 بت للنتورك و 2 للهوست اللي هو للجهازين الموجود عندي، بس بدي أضيف عليهم 2 bits. أنا بدي أمثلهم بأربعة IP addresses، أربع احتمالات، ولكن الرقم الأول والرقم الأخير محجوزة، فبضل عندي إيش فقط 2 IP بعطيهم لأصغر شبكة مكون عندي من جهازي. Space once again عندي من 32 bits، بحجز منهم 2 bits والبقية راح يكون عندي إيش للشبكة. إذا IP address version 4 addressing block of addresses بقدر أمثلهم بشكل البايت الأول x y z t على n زي ما حكينا قبل شوية. بعد بكرر الأصغر شبكة n راح تكون 30، class c 24، class b قلنا 16، class a على 8. بس هدول classful، أي رقم عدا ذلك ومن ضمنهم هذول، يعني classful هو جزء من classless، عندي أصغر شبكة راح يكون عندي notation تاعها اللي هو على 30. طبعا ال x وال y وال z defines one of the addresses، وال n العائلة أو الماسك، العائلة أو بتمثل عندي إيش الماسك، ماسك ال IP address. لا ننسى دائما وأبدا ذكر فيها إنه أول first address in the block، okay، بقدر أشوفه بقدر أحدده، بس هو مستخدم دائما وأبدا لتعريف للشبكة أو عنوان الشبكة بشكل عام. طبعا the first address in the block can be founded by setting the rightmost، دائما وأبدا حسب
قديش انا بدي جهاز زي ما شفنا قبل شوي اللي هي الان 32 ناقص n بت كلهم ايش الى زيروز. اذا انا بحولهم لزيروز بقدر اعرف اول اي بي ادرس موجود عندي بالشبكه. راح نشوف هلا بقدر احدد اول اي بي ادرس. اذا بتعطيني اي بي ادرس وماسك تاعه بقدر احكي لك كم عندي اي بي ادرس بهذا الكلوك، اول اي بي واخر اي بي. بالنسبه لاول اي بي لو اخذنا هذا المثال لوك اوف ادريسز granted to small organization we know that one of the addresses انا اعطيتك رقم معين رقم اي بي ادرس ما حددت لك اي واحد فيهم، ولكن من احد هاي الارقام 205 16 37 39 على 28 يا ريت ننتبه اذا ما كان سلاش 8 ولا سلاش 16 او سلاش 24 اذا هو classless. اذا بكون 8 او 16 او 24 اذا هو classful. عدا ذلك بكون عندي ايش classless. اذا هذا راح يكون عندي ايش classless. And what is the first address in the block. طبعا انا بحول هذا الرقم الى باينري ال 205 ال 16 37 و 39. الان عندي 28 اللي هي الام اللي شفناها قبل شوي. الان 32 ناقص 28 32 تكون 6 32 ناقص اللي هم الرايت موست الى كلهم زيروز. الرقم اللي عندي الى كلهم زيروز اللي هو 1 2 3 4 اذا كلهم زيروز راح يظهر عندي رقم لو رجعوا الى باينري راح يطلع عندي 205 16 37 و 32. اذا اول اي بي ادرس اول اي بي ادرس لهي الشبكه راح يكون عندي 205 16 37 32. اذا هو نفس البلوك اللي شفناه في المثال 19 3. طب لاست ادرس بدل ما يكون عندي the right most حولهم zeros the first IP the last IP بدي حولهم كلهم إلى إيش إلى ones. نفس العملية نفس المثال بدل ما يكون عندي four zeros أنا بعطيها إيش four ones. إن عندي مثال نفس المثال السابق ونفس IP address ونفس mutation 28 بحولهم بدل كلهم أصفار بيعطوني الفيرست اي بي بدي اللاست بي يكون اخر رقم موجود عندي لازم يكون عندي ونز وهذا الرقم تمثيله اللي هو عندي ايش 47. الرينج الموجود عندي 205 16 37 32 اول اي بي واخر اي بي في هذا البلوك 16 37 47 اخر اي بي ادرس موجود عندي لهذا البلوك. إذا بقدر من خلال الـ IP إذا أعطيته مثلاً على سبيل المثال IP معين والماسك. طبعاً إذا أخذت الـ IP لحاله من غير الماسك ما بتقدر. إذا ما أخذت هاي المعلومة مهمة جداً. إذا ما أخذت الماسك ماسك النتورك ما بتقدر تحدد أول وآخر وعدد الأجهزة الموجودة عندي في الشبكة. فضروري جداً السبنت أو الماسك سبنت ماسك أو الماسك أو الكلاس لهاي الشبكة حتى أقدر أحدد عدد الأجهزة أو أحدد وأشوف أول آي بي وآخر آي بي موجود عندي. طيب the number of addresses للبلوك الواحد كيف ممكن أحدده؟ من خلال الفورمولا اللي هو 2 ناقص مثلا في المثال اللي قبل شوية 28 المثال اللي أخذناه قبل شوية 28. إذا تلاحظ عدد الأجهزة الموجود عندي اللي هو إيش 16. هذا أخذته من الماسك من السبيس أعلى عدد البيتس للـ IP address version 4 اللي هو 32 ناقص 28 4. إذا طلع عندي إيش 16 IP address موجود لهذا البلوك. إذا لاحظنا من خلال معلومة واحدة أي IP address بالإضافة للماسك بقدر احدد اول اي بي ادرس اخر اي بي ادرس وعدد الاجهزه الموجوده في هذا الفلو. ممكن طبعا بطريقه ثانيه
اعمل فيها ان احدد اول اي بي واخر اي بي وعدد الادريسز. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، تحكي انه انا بدي اشوف اول واخر وعدد الاجهزه من خلال التحويل هذا الرقم الى 8 ديجيت هكساديسيمال نمبر. لاحظ عندي مثلا هاي الارقام موجوده عندي، 28 للشبكه، 28 الرقم الموجود عندي 28. اذا المتبقي لل 32 اللي هو عندي ايش؟ 4 zeros. اذا 28 ones هذول تعين الشبكه اللي انا ماخذها على 28. المتبقي عندي اللي هو 4 bits. الاربعه بتس هذول بعطيهم بكون عندي 0. الان شو بدي اسوي؟ الادرس المعطى معي، الادرس طبعا بحوله الى باينري. اوكي، الماسك كده، الماسك راح يكون عندي 28 ones واللي تابعين للنتورك، والهوست عندي 40. اذا ما عمل بيناتهم اندنج، راح يعطيني اللي هو ايش؟ الفيرست ادرس، راح يعطيني اول ادرس. اذا هاي الطريقه الثانيه، اذا بتلاحظوا بهذا المثال اعطاني الادرس الاول اللي هو 32. بالنسبه لاخر اي بي ادرس، ذا لاست ادرس، بعملها بالطريقه التاليه. بدل ما اعمل اندنج بعمل اور ما بين الادرس والماسك كومبلمنت، وانز كومبلمنت. الان 24 بيكون عندي زيروز، واخر اربعه بيتس اللي هو بصير عندي وانز، بعمل بيناتهم اور، راح يعطيني اللي هو ايش؟ ذا لاست ادرس. اذا هاي الطريقه. طبعا بضل عندي عدد الاجهزه، الموجوده عندي. اذا بتلاحظ لهذا الرقم اللي عملنا له كومبلمنت للماسك، هذا الرقم عندي 15 زائد 1 بيعطيني ايش؟ 16 جهاز. طبعا ممكن تستخدم الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه. في حاله اعطيت اي بي ادرس مع الماسك، ممكن نطلع ذا فيرست ذا لاست وعدد الاجهزه المستخدمه في البلوك الواحد. هذا مثال مره ثانيه على البلوك اللي استخدمنا فيه، طلعنا اول اي بي، اخر اي بي، طلعنا عدد الاجهزه في هذا البلوك. تم حجز فقط 4 بيتس، وانت بتستخدم ذا رايت موست الاربع بيتس. فاول رقم راح يكون عندي 4 زيروز، واعلى رقم موجود عندي اللي هو راح يكون عندي 4 ونز. لا ننسى كمان مره نحكي ذا فيرست ادرس بالبلوك، ما بقدر اعطيه، يا ريت تنتبه، ما بقدر اعطيه لاي ديفايس. ما بقدر اعطي ذا فيرست اي بي ادرس موجود عندي بالبلوك، مش بالكلاس، بالبلوك الموجود عندي في حاله اني بستخدم كلاس. اول اي بي ادرس ما بقدر اعطيه لاي ديفايس. هذا الاي بي هو عباره عن النتورك ادرس، عنوان العائله كامله، عنوان الشبكه كامله. بكون عندي اول اي بي ادرس هو عنوان الشبكه، يستخدم اكثر شيء بروتينج. مثلا الشبكه الواحده اول عنوان لها راح يكون عنوان الشبكه. ايضا حكينا ذا لاست وان بكون للبرودكاست، فدائما وابدا البلوك الواحد راح ينقص عندك تو ادريسز، ذا فيرست اند ذا لاست. ذا فيرست فور ذا نتورك، ذا لاست راح يكون عندي للبرودكاست. طبعا ممكن استخدم نظام الهيراركي بالاي بي ادريسز زي نظام التليفونات. احنا بنعرف بالتليفونات عندنا مثلا بالاردن في عندي الكونتري كود 962 او بلس 962، بعدين بيجي مثلا المحافظه، بعد هيك بيجي الرقم داخل المحافظه. فبكون في عندي اكثر من ليفل، للرقم بالتليفونات. نفس العمليه ممكن استخدمها بالاي بي ادرس. ممكن احجز اذا مجموعه من الارقام، هاي بتكون عندي للنتورك، والبقيه راح تكون عندي ايش؟ للهوست. هاي نتورك بريفكس، وهذا كامل طبعا بيكون عندي الهوست ادرس. ولكن ضمنيا من خلال النوتيشن اللي انت حكيه السبنت ماسك، لما تحكي لي 255 255 255.0، هاي بعرفها انها كلاس سي ضمنيا، وبعرفها انها على 24. والمقصود 24 بت
لمين؟ راح تكون للنتورك، و8 بت للهوست على سبيل المثال، او عدد الهوست اللي انا راح اعطيهم اي بي ادرس. هذا المثال عندي 28 للنتورك و4 بت، كلهم مع بعض، كلهم مع بعض بيحددوا لي اللي هو الهوست ادرس. اذا كل ادرس ممكن يكون عندي 2 ليفلز الاقل، طبعا ممكن يكون اكثر من 2 ليفلز اذا بدي اعمل سبنيتنج. 2 ليفلز هيراركال ستراكشر، ليفت موست راح يكون للنتورك والرايت موست راح يكون للهوست. الجزء الاول من اليسار راح يكون للشبكه، هذا الجزء راح يكون للنتورك، والجزء الاخر راح يكون عندي للأجهزة. كلهم مع بعض ال 32 بت بالنهاية، ال 32 بت راح يكونوا لي اللي هو الـ IP address لكل جهاز موجود عندي بالشبكة. بس بقدر أعرف، احنا قبل شوي شفنا وحسبنا انه هذا الرقم راح يعطيني 16 IP، فعليا 14 IP، ولكن هذول من خلال هذا الرقم على 28 راح أفهم انه ال 14 اي بي ادريسز تابعين لنفس هاي الشبكه، كلهم موجودين على شبكه واحد. طبعا العمليات راح تكون مختلفه كليا. ال 14 اي بي ادريسز اذا بعطيهم لاجهزه وعندي سقف ال 14 جهاز، عمليه التواصل ما بين الاجهزه راح يكون محلي، اذا جهاز مع جهاز بده يحكي فبيحكي بشكل مباشر. اذا بدي اعمل برودكاست، عملية البرودكاست إذا بستخدم the last IP address، عملية البرودكاست راح تكون فقط لل 14 جهاز، مش لكل الأجهزة بالعالم، راح تكون فقط لل 14 جهاز الموجودين عندي داخل هاي البلوك أو داخل هاي الشبكة. الآن إذا بدي أعمل subnetting، حكينا subnetting إنه يكون عندي أنا IP address ودي أوزع من هذا IP address على سبيل المثال إلى أجزاء وأحدد، يعني فاحنا عندنا بجامعتنا عندنا ثلاث كليات على سبيل المثال، كلية الهندسة، كلية الاي تي، وكلية البزنس. بدي اخلي اجهزة البزنس لوحدهم، شبكة كلية البزنس لوحدها، شبكة الاي تي لوحدها، او الاجهزة الموجودة في الاي تي لوحدها، واجهزة كلية الهندسة لوحدها. فاذا كانت الجامعة على سبيل المثال عندها بلوك اوف ادريسز، وهذا البلوك اللي هو 17 12 14 على 26، يا ريت ننتبه لهذا الرقم، هذا الرقم مهم جدا اللي هو السبنت ماسك على 26. عدد البيتس المحجوزة عدد البيتس المحجوزة لعدد كل الأجهزة الموجودة عندي اللي هو 32 ناقص 26 على سبيل المثال اللي هو 6. عدد الأجهزة كلها الموجودة عندي بهاي الشبكة اللي هو 2 لا هو 6. فأنا معطى إلي بلوك أوف أدريسز والنتورك أدريس، لاحظ اللي هو 17-12-4-0 على 26. طبعا من غير هذا الرقم ممكن الواحد يتوه ما يعرف شو الليمت تاعه، مين أول جهاز ومين آخر جهاز. احنا حكينا قبل شوية أنا بقدر من خلال هذا الرقم أعرف أول IP address وآخر IP address. أول IP address مثلا 17-12-14-0، آخر IP address موجود عندي لازم يكون عندي في 6-1s بالباينري، و 17-12-14 هذول راح يكونوا مشتركة لكل الـ addresses لأنهم هذا network أو الفرع الأساسي للنتورك، والبقية هذا للنتورك. طبعاً مش بس الـ 24 بدك تصل إلى 26، يعني راح تأخذ 2 بت من آخر بايت، 2 بت من آخر بايت، وبيظل 6 بت من the last بايت. فأنت بتقدر تحدد أول واحد اللي هو زيروز، وآخر واحد بده يكون عندك 2 زيروز إلى جهة، خلينا نحكي إلى جهة اليسار، و 6 ones إلى جهة اليمين، فبكون عندك عدد الأجهزة الموجودة لهاي الشبكة. فبقدر أنا بحكي عن الشبكة كاملة، من الشبكة كاملة قبل عملية التقسيم، لأن إحنا بدنا نقسمها إلى أجزاء. الأجزاء اللي راح أنا أقسمها إلها، طبعا
راح يكون إذا بتلاحظ ممكن أقسم إلى جزئين رئيسيات، هذا الجزء وهذا الجزء، ولكن الجزء إلى جهة اليمين كمان مرة بدي أقسمه إلى جزئين.